منظمة الشعب والتربية الكشفية في قسم النشاط الرياضي والمدرسي مديرية العامة لتربية محافظة واسط، الأمسية الرمضانية السنوية مثل ما جاي يشاهدون الحضور الغفير في هذا يدل على محبة أهالي محافظة واسط والمحبين للعمل الكشفي في هذه الحديقة، وكذلك تكريم الرواد العاملين في مجال الحركة الكشفية. كذلك هنالك فقرات تتمتع بها الأفكار والأذهان وهي السباقات المسابقات والحزورات، هنالك جوائز ثمينة ستقدم إلى المتسابقين من الحضور. طبعا احنا كعوائل اليوم فرحانين جدا بمناسبة ولادة الإمام الحسن عليه السلام، وطبعا نشكر المديرية العامة لتربية واسط قسم الكشافة في إقامة هذه المسابقات للعوائل، وشكرا جزيلا للجميع. وضمن منهاجها أمسية رمضانية مباركة تتخللها عدة مسابقات واحتفالات ومباراة فنية علمية بهذه المناسبة.